الصراط المستقيم. اي والله فهداهم الله عز وجل هالطريق هذا وانجوا هالشخص الكبير. الدكتور اللي ظهرنا في الهند، الدكتور اللي له روايته سالفته جميله، روايته هو هو مسلم لكنه دكتور من الدكاتره الكبار. اي نعم. وراح يبي يزور له منطقه ثانيه، ويوم جاء في المطار ويبي المنطقه عنده فيها موضوع مهم فيها. اي ويتاجل الرحله بسبب الاجواء. الله اكبر. العواصف والهجج. يا ناس انا عندي اجتماع، انا عندي موضوع مهم، انا ما اقدر، انا يا مطار يا قالوا احد الموظفين يا دكتور ما فيه مجال الرحله، الاقلاع ما فيه مجال. لكن استاجر سياره والمسافه اللي بيني وبينه ساعتين. قال هذا الكلام بدل ما تقعد الطياره، قالوا ممكن بعد ست ساعات اقلاعها، ممكن تنطر لحد ست ساعات وهذه بيركب ساعتين. قال وياخذ استجاره منه ويطلع ويضيع الطريق اللي له، وتلم بهالمطار وتلم بطعمك ويوقف هالمطر ويوقف طعمك ويضيع ويطيح له في مكان ما ادري، وليها البيت هو ينزل له ما ادري عاد وش اللي خلاه عاد ينزل له البيت وش كان يبي. يوم جلى فيه مره كبيره سنه، دخل وقالت هي زي ما على كلامها عاد ما ادري ايش كلامها، لكن قالت له ان في حمايه مويه وسوي لك شاهي، السكر موجود وهذا سوي شهيك انت بنفسك. هو يقوم يدخل عمرك ويسوي هذا، يجلس له على كرسي ينتظر بس شوي بيريح شوي وبيواصل طريق هو ضاع ما درب. ولا بجنبها طفل مريض ولها يتراقبه وجالسه اكيد يتراقب مريضها، وله مختص في الاطفال مختص. لا اله الا الله. سالها وقالت ولدي هذا وديته كل الدكاترة وكذا، وقالوا إن ما علاجه إلا الدكتور فلان، الدكتور من هو اللي بالهند هو نفس الدكتور هذا إلا الدكتور فلان، ولن يواجدتنا أحد لا ينقله ولا مادة ولا إمكانيات ولا شيء. الله يسر الأمور إن شاء الله لنا نوصلها للدكتور. قال لا إله إلا الله. والله ما عطل الطائرات وجاب الأجواء صواعق ها وأمطار إلا دعواتك. لا إلا دعواتك. أنا الدكتور. لا إله جالبتها. لا. شو اللي لخبط رحلتي؟ شو اللي خلى الأجواء تصير بهالطريق؟ شو اللي يعني؟ أقدر الله. توفيق الله سبحانه وتعالى. توفيق الله سبحانه وتعالى. في قاعدة كانوا يتربون عليها الناس. لا. جرى لي موقف بسيط لكن الشيء بالشيء يذكر. نعم. يا أخي عجائزنا